نروح بقى دلوقتي للبطولات الإفريقية، وارتفع عدد المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الإفريقية للجودو والمؤهلة طبعا لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 إبريل الجاري بالقاهرة إلى 21 منتخب. البطولة هتقام منافساتها طبعا في للجودو زي ما قلنا المؤهلة للأولمبياد باريس 2024 خلال فترة من 24 وحتى 28 إبريل، وطبعا بقى هتقام على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وأكيد الاستعدادات بتصير على قدم وساق من أجل استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية بشكل يليق طبعا باسم الرياضة المصرية. الحقيقة احنا عايزين بقى نقف عند الخبر ده في الآونة الأخيرة، شايفين مصر بتتألق الحقيقة في تنظيم البطولات وبتنجح بشكل كبير جدا. عايز أعرف بقى شايفين ده إزاي، وأكيد طبعا هينعكس على الرياضة المصرية واسم الرياضة المصرية بالتأكيد. وقفنا عند ده أنا ودهوان قبل كده مثلا 300 مرة. أنا المفروض يعينوني في وزارة السياحة والله. أيوة طبعا. كتر ما روقت للموضوع ده. الصبح في الأهلي هنا مفيش يوم تقريبا عدى علينا غير لما بنتكلم وبنشيد بطبيعة الحال بحسن استضافة وتنظيم مصر لواحدة من أهم البطولات العالمية في رياضة ما من الرياضات. وقفنا كتير كمان عند فكرة إن البنية الرياضية التحتية فرقت كتير قوي في الفترة الأخيرة ونتج عنها الخير ده كله ونتج عنها الإنجازات دي كلها. الحلو في الموضوع كمان يا كريم وهنا إن البطولات دي بتنظم بكوادر شبابية مصرية، بيتم الاستعانة أوقات ببعض الخبرات الأجنبية لكن بنسبة 90% بتبقى كوادر مصرية، وده الحلو لأن احنا من كام سنة فاتوا كنا أصلا فكرة إن احنا نطرح إن مصر تستضيف أي بطولة كنا بنقعد نتريق وقتها لو أنت فاكر، يا عم بطولة إيه ومصر إيه اللي تستضيف، ما عندناش إمكانيات، ما عندناش البنية التحتية، ما عندناش الملاعب، ما عندناش الثقافة. فأنت عملت نقلة نوعية ودي نقطة نجاح كبيرة جدا على القائمين في هذا الملف، فده شيء بيسعدنا جدا وبيخدم حاليا برضو قطاع السياحة لأن بقى في برامج بعد انتهاء البطولات المختلفة ابتدت السياحة دلوقتي بإندايركت من غير ما تدفع جنيه انت بتروج من خلال السوشيال ميديا اللي هو إندايركت ماركتينج يعني، فطبعا شيء 100% ناجح جدا. نتمنى طبعا المزيد بس خطوات اكيد اكيد ناجحة هنا طبعا. مظبوط يا نهاوند، خليني اقول لك ان طبعا كاميرا قناة النادي الاهلي بتكون موجودة وبتغطي كل هذه البطولات. الحقيقة بنلاقي كمان ردود الافعال حتى اللعيبة بيكتسبوا اكيد مزيد من الثقة، بيكونوا فرحانين وفخورين، والحقيقة ان كل البطولات فعلا اكيد بتكون حاجة بتليق باسم الرياضة المصرية. طبعا واحنا كمان في الفترة الأخيرة مش مجرد بقينا بننظم بطولات عالميه وبقينا بننظم كؤوس عالم في رياضات مختلفه. مزبوط. بطولات عالم في يعني في العاب ورياضات مختلفه، فمفيش احلى من كده. لازم نستمر بقى على نفس المنوال ان شاء الله الفتره اللي جايه.